قال صلى الله عليه وسلم كرم الرجل دينه، كرم الرجل تقواه، أكرم الناس أتقاهم، أكرم الكرام الكاتبين، أكرموا حملة القرآن، أكرموا عمتكم النخلة، ابن المساجد جمة، جنبوا مساجدكم صبيانكم، أفضل البقاع المساجد، أفضل أمتي أصحابي، أفضل الأعمال الصلاة، أفضل الدين الورع، أفضل الشهداء حمزة، أفضل الشهور رمضان، أفضل الشهور المحرم، أفضل العمل أدومه، أفضلكم أحسنكم قضاء، أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، أفضل العبادة الفقه، أفضل العبادة الدعاء، ترك الدعاء معصية، أجيزوا بطن عرفة، أجيزوا بطن عرنة، البحر هو جهنم، أحب الفأل الحسن، اغفر يغفر لك، اسمح يسمح لك، عفوا تعف نساؤكم، اعمل فكل ميسر، أقيل الكرام عثراتهم، أكثروا ذكر الله، امسح رأس اليتيم، أدوأ الداء البخل، أشهد أنك شهيد، اجتنبوا كل مسكر، اجتنبوا مجالس الصعودات، أخلصوا عبادة ربكم، أدنى الرياء شرك، يسير الرياء شرك، أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا جيش أسامة، انهشوا اللحم نهشا، انهشوا اللحم نهسا، اجعلوا أئمتكم خياركم، الحديث بينكم أمانة، الحواميم ديباج القرآن، أنتما سيد العرب، أجمروا كفن الميت، اعدلوا بين أبنائكم، خالفوا أهل الكتاب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،